يا اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم 10. لا اتذكر على مدى مشاهدتي لمباريات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم او اي منافسه لتصفيات كاس العالم كانت فيها او كان فيها منتخب مصر ان الامور كانت بادية متيسرة كده حلوة كده لطيفة ولذيذة كده مش فاكر كان دايما عندنا اول مباراة اول مبارتين دول العمليه تعك مننا ونبدا نقول يلا يا جماعه كلنا في ظهر منتخب مصر مفيش مستحيل تعال نحسب حزبه بيرما نحن احنا اتعلمنا يعني ايه حزبه بيرما بسبب تصفيات كاس العالم كناش نعرف يعني ايه حزبه بيرما اصلا وكانت الامور بتبقى صعبه قوي فالحمد لله قرب من عند الله ان الامور هذه المره شكلها حلو شكلها ماشيه وهتيجي تقول لي كريم هو المباراتين برضو سهلين يعني جيبوتي وسيراليون والله يا عمي والله يا سيدي كانت المباراة بتبقى اسهل من كده وبتعك مننا وبتبوظ مننا وبالعكس ده احنا كانت المباراة الصعبة الكبيرة كنا نكسبها نيجي على المباريات السهلة هوبا ما تفهمش بقى اللي بيحصل نكسب الجزائر خمسة في تصفيات كاس العالم نكسب السنغال في تصفيات كاس العالم نكسب الكاميرون في الكاميرون في, كاس في تصفيات كاس العالم نيجي بقى قدام زامبيا نابيبيا اي منتخب سهل وتلاقي العمليه عكت مننا الحمد لله الحمد لله الف مليون مبروك لجهاز فني محترم بقياده فيتوريا الف مليون مبروك للاعبين رجاله ملتزمين اللي مش ملتزمين لا مش هنقول لهم مبروك الملتزمين بس نقول لهم مبروك حلو ست نقط حلوين كده يريحونا بدري بدري بس في نقطه مهمه لسه الحكايه طويله جدا احنا في تصفيات سنتين ولسه ما لعبناش منتخب بوركينا لسه عندنا اثيوبيا اللي كان لينا موقف بايخ معاها قبل كده لسه لسه نشد بس كده ايه ونقف على رجلينا ونقول احنا كويسين وبدايه حلوه بس المشوار طويل ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده كسبنا السيراليون بهدفين سجلهم المتالق تريزيجيه في الدقيقه 18 والدقيقه 62 وهتكلم على تريزيجيه كتير بعد لحظات بس الاول الاداء النهارده ما كانش افضل شيء بس انت بتلعب خارج الارض بتلعب في ليبيريا ده منتخب سيراليون هتقولي يا ما هو دي برضو مش مش جماهيره ومش ملعبهم ما اقول لك المسافه بين سيراليون وليبيا بالعربيه ثلاث ساعات بالكتير فكده كده الجماهير كانت موجوده النهارده جايه من سيراليون عادي سهله يعني فاكنها على ارضهم بس نقول يعني احنا خدنا حته زياده حلوه بس فيها يا جماعه ارتفاع عن سطح البحر واكسجين قليل في رطوبه عاليه ودرجه حراره في سفر طويل جدا وانت لسه لاعب من ثلاث ايام ماتش في القاهره في نجيل صناعي وبتضايق انا لما يبقى لسه في في الدنيا نجيل صناعي تاني حاجه صعبه جدا بيبقى في صعوبه كبيره جدا في الجري بيبقى لا قدر الله ممكن تحصل اصابات اللعب ما بتبقاش انت بتلعب لعبك عمرك ما تلعب بتأدي نفس الاداء اللي بتأدي على النجيل الطبيعي فدي كلها ظروف لازم حضرتك تحطها في حسابك لي معيب بقى كل شويه نقول ظروف هقول لك اه عيب بس لما نقول ظروف واحنا كسبانين تعدي بس ما تبقاش تخسر وتعمل اداء وحش قوي وتقول اصل الظروف اه الظروف موجوده بس ممكن تكسب مع الظروف دي زي ما حصل النهارده من منتخب مصر بس مش شرط يبقى الاداء الاداء مثالي الاداء احسن حاجه وده اللي قاله النهارده فيتوريا عندنا مشاكل دفاعيه مش المباراه دي بس مباريات كتير سابقه بس دي ينفع تتعالج، ولما تيجي تعالج مشاكلك وانت كسبان غير لما تعالجها وانت خسران. المهم انك تبقى شايفها، يعني المكسب ما يخلكش ما يخلكش ما تشوفش المشاكل. ادام شايفها هتعالجها بهدوء وانت كسبان. وانت خسران بتبقى مضغوط جدا فتلاقي نفسك بتعك. فالامور كده احسن. مشاكل دفاعيه واخطاء دفاعيه ولا منتخبات افضل، منتخبات اصعب، بس انا متفائل. متفائل بفيتوريا جدا. متفائل بمجموعه اللاعبين الحاليين متفائل بحاجه مش عارف حضراتكم بتلاحظوها بين السطور ولا لا محمد صلاح اصبح لمنتخب مصر قائد حقيقي يعني ايه قائد حقيقي هتقول يعني مش فاهمك عشان هو نجم يعني لا عشان هو مثلا هداف منتخب مصر لا عشان هو اسطوره كره القدم المصريه لا عشان هو لابس الشاره مش هي دي الحكايه الحكايه انه اللعيبه لعيبه منتخب مصر بقت تثق فيه ان محمد صلاح بقى مؤثر مؤثر بكلامه على لاعبي منتخب مصر ده القائد النهارده في احتفالات اللاعبين كلهم يجروا على محمد صلاح من الكواليس كلهم بيسمعوا محمد صلاح محمد صلاح قال للعيبه قبل مباراه جيبوتي قال لهم احنا عندنا فرصه عظيمه نبقى احسن جيل احسن جيل جه جي في تاريخ كره القدم المصريه الجيل اللي وصل ليه كأس العالم المرتين أو يعني لو وصلنا إن شاء الله، والجيل اللي كسب كأس الأمم الأفريقية لو كسبنا الكاس الأمم اللي جاية فعندكم فرص عظيمة جدًا تخليكم أفضل جيل كرة قدم جه في تاريخ كرة القدم المصرية واسمكم يتحفر من ذهب. حاجات تحفيزية طول الوقت. خد بالك اللي بيقول كده أكتر واحد مش ناقصه إنجازات ولا بطولات ولا محتاج حاجة تلمع اسمه. أنا يعني محمد صلاح خلاص في العالم كله مش محتاج ألمع اسمي. بس هو لحد هذه اللحظة ينقصه زي اللي كان ناقص ليونيل ميسي مع الأرجنتين هما دايما كانوا يقولوا ليونيل ميسي أنت لازم تاخد كأس العالم مع الأرجنتين محمد صلاح دايما يقولوا أنت ما خدتش كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر أنت لازم توصل كأس العالم تاني فاهم في حاجات لسه عند محمد صلاح ده محمد صلاح